السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادي، ولاد حسام خليل، بجد إن شاء الله اللي مزاي أي حد. أسأل المولى عز وجل إن ربنا يكبر بخاطركم في اللي فات ويفرحكم بكل ما هو آت. أنا عارف إن في ناس بتروح من الامتحان تحسب نقصت قد إيه وينفع يجيب كام، وهو كده بيزود عليه الضغط، وكل ما تقعد تحسب أكتر وتزود الضغط اللي عليك كل ما هتغلط اكتر. يعني في واحد يروح من العربي يقول انا هجيب كذا، ويجي يروح من الانجليزي يقول انا هجيب كذا، فلو جبت في اللي جاي كذا انت كده بتزود عليك الضغط. كانت ام الله يرحمها ليها كلمه تقول لي يا ابني بطل تقاطع، سيب بكره ده بتاع ربنا. نفس الكلام، ما تقعدش تقول ايه انا لو نقصت في الانجليزي 4 درجات، افرض يا اخي ربنا كاتب لك ما تنقص خالص. انا لو نقصت في الفيزياء مش عارف ايه، يبقى انا كده هجيب كام في الميه، يبقى هدخل. انت كده بتزود الضغط اللي عليك. طب مستر انا مش فاهم قصدك ايه ان انا بزود الضغط. ما هو كل ما يكون الضغط عليك كبير كل ما اخطائك هتزيد. اقول لك حاجه، خلي محمد بركات نجم مصر والنادي الاهلي هو اللي ينصحك، عشان انا اكيد انت زهقت من الكلام مني او انا اتكلمت معك كتير. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفيديو ده. الكرة اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي كانت ممكن توصل مصر كاس العالم، ولكن توقيتها وظروف المباراة والتعداد الجمهور اللي كان في الاستاد كان الوضع صعب صعب صعب، ضغط غير طبيعي، رغم انها كرة سهلة وجاية اللعيب غير طبيعي وجياله على عدلته وحطها في الشبكة من بره لانه كان تحت ضغط. طب تحب تشوف نفس الكورة لما جات لنفس اللعيب وهو مش تحت ضغط عمل فيها ايه؟ شوف الفيديو ده. شريف وسمير تتلعب الكورة تنزل عند بركات، و طبعا النادي الاهلي بعد ما عمل تغييراته بقى افضل كتير قوي من الشوط الاول، وتتلعب الكرة العرضية. يا سلام يا بركات، اهي دي اصعب. بس في ماتش دوري محلي كان اهلي وانبي، وعلى فكرة ده الماتش اللي بعديه على طول، وجات له اصعب من الاولانية وحطها في الجول. الفرق بين الكورتين، هنا في ضغط فراحت، هنا مفيش ضغط فدخلت بسهولة. شيل من عليك الضغط. القمة مش كلية، القمة في الشخصية. انا مش فارق معايا انت هتدخل كلية ايه، قد ما فارق معايا انت هتبقى ناجح في ايه. ولادي البنات اللي بتفرجوا عليا اللي ملهمش في الكورة ممكن المثال ده ما يوصل لهمش. طيب في شخصية من الشخصيات المحترمة قوي، الفنان احمد حلمي، عشان تصدقوا كلامي اسمعوه هو بيقول لكم ايه. الفيديو ده مخصوص لطلبه وطالبات الثانويه العامه بخصوص ان الامتحان بكره، وبما اننا بنتكلم عن الثانويه العامه فاعتقد ان مفيش حد احسن مني ابدا يتكلم عن الثانويه العامه لاني خبره وسقطت فيها 3 سنين. بس انا عايز اقول لكم انا كنت بسقط في الثانويه العامه الحقيقه لاني كنت ببقى خايف من الامتحانات. السنه الوحيده اللي انا ما خفتش منها من الامتحان سقطت برضه، بس سقطت لان اكتشفت ان انا كنت خايف وعامل نفسي مش خايف. حقيقي السنة الوحيدة اللي انا ما سقطتش فيها هي اللي انا ما كنتش فيها خايف من الامتحان بجد، وكنت بتعامل معاه على انه فسفوسة. ايه امتحان الثانوية العامة هيعمل فيها ايه؟ امتحان الثانوية العامة يعني هيموتني؟ ما انا حلو وجميل وبصحتي وزي الفل، هيحدد مستقبلي؟ ما يحدده يعني، انا هذاكر واعمل اللي عليا، انا هروح واحل واكتب هنام كويس واصحى اكل اي لقمه واروح الامتحان صافي كده وتمام ومش هخاف. شفتوا الفيديو؟ الراجل قال لكم سقط 3 سنين ثانويه عامه، المره الوحيده اللي نجح فيها اللي راح فيها مش خايف الامتحان. صدقني الابداع بيحصل لما الخوف بيتقتل. اذبح خوفك بسكينه هتكون انسان مبدع حتى لو انت مش عارف السؤال. بيقينك بالله عز وجل وبحسن الظن بالله وبتعبك، انا نفسي كده لما يقف معاك سؤال اول حاجه
اول حاجه تفتكر الايه امن يجيب المضطر اذا دعاه. يا رب، كلمه يا رب دي تدغدغلك جبال في الامتحان. وانا والله كلامي ده طالع من القلب، اتمنى ان يوصل للي واقول قلوبكم، سواء كنت علم علوم، علم رياضه، علم ادبي، كلكم ولادي والله. في كليه، بتعمل اي عمل، داخل اي مشروع، اي حد بيعمل اي حاجه، شيل من عليك الضغط. اسال الله عز وجل ان يرزقكم الخير حيث كان واينما كنتم. استودعكم الله، حسام خليل.